كشفت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن أن مشروع المنازل منخفضة التكاليف في منطقتي الإصليبية وتيماء سيدخل حيز التنفيذ قريبا. وذكر المتحدث الرسمي باسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية المهندس إبراهيم الناشي أن عدد هذه المنازل يبلغ 9800 منزل، سيتم طرح عطائها بعد الانتهاء من تجهيز البنية التحتية. بالنسبة لمشروع المساكن منخفضة التكاليف أو ما يطلق عليه بالمساكن الميسرة، وهي طبقا للقانون بديلا عن المساكن القائمة في مدينة أو في منطقة صليبية ومنطقة تيماء، بحمد الله تعالى دخل هذا المشروع حيز التنفيذ، وهو حاليا في طور إنجاز البنى التحتية اللي ابتدتها المؤسسة ما يقارب سنة. الحمد لله أن المشروع سابق للبرنامج الزمني. بعد إن شاء الله ما نتجاوز بعض المراحل الخاصة في البنى التحتية، سيتم الإعداد لطرح المباني العامة وكذلك الوحدات السكنية بعقد منفصل عن عقد للبنية التحتية القائم حاليا. عدد الوحدات السكنية اللي فيه 9800 مسكن منخفض التكلفة.